أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حقوق الناس، والذي نسلط فيه الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي. وفي هذا الأسبوع نسلط الضوء على المواضيع التالية: في مصر، اعتقال محمد عبد القدوس لتضامنه مع قضاة محالين للتحقيق. وفي الكويت، منع كتب من المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب. وفي تونس، صحفي يتعرض للاعتداء الجسدي والمعنوي. وفي سوريا، حقوقيون يطالبون الرئيس السوري بالتدخل للإفراج عن طل الملوحي. وفي اليمن، نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب بالإفراج عن صحفيين. وفي المغرب، تدهور أوضاع المعتقلين الإسلاميين في سجن تفلت. اعتقلت قوات أمن الدولة المصرية محمد عبد القدوس، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات فيها، وذلك لمنعه من الاعتصام تضامنا مع القضاة المحالين إلى التحقيق أمام مبنى نادي القضاة ونقابة الصحفيين في القاهرة. وكان عبد القدوس قد دعا لاعتصام الأربعاء والخميس الماضيين تضامنا مع القضاة المحالين للتحقيق، فقامت قوات من أمن الدولة المصرية بضربه واعتقال صحفيين آخرين، منهم الصحفي إبراهيم الصحاري، ضمن حملة شملت 20 معتقلا من أمام نادي القضاء. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بمحمد عبد القدوس، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين في مصر، وهو معنا من القاهرة. سيد عبد القدوس، في البداية، من هم هؤلاء القضاة المحالون إلى التحقيق؟ وما هي ما هي قضيتهم؟ هو موضوع اخر مختلف. يعني هو اللي انا تعرضت بسبب الايذاء كان موضوع الاحتجاج على توريد جمال مبارك الحكم، وكان ذلك امام قصر عابدين، فتم الاعتداء على الزملاء الصحفيين ومن ذكرت اسمائهم. لكن القضاء، يعني هذه معلومه غير دقيقه، يعني وكان الاساس كان الاعتداء التي وقعت على الصحفيين ومنهم يعني العبد لله، كان بسبب الوقفه الاحتجاجيه امام قصر الرئاسه في عابدين، احتجاجا على محاوله تمرير مشروع التوريث لكي تتحول مصر من نظام جمهوري الى النظام الملكي. طيب، في هذا الاعتداء الذي تم عليكم من قبل قوات الامن المصريه، هل حصل من طرفكم مثلا تدافع او محاوله ممانعه للشرطه المصريه او منعها من ان تقوم بعملها؟ هم طبعا هذه الوقفه كانت ممنوعه اساسا، لكن هو كان اختيار اليوم، كان يوم ان هو 21 سبتمبر. 21 سبتمبر ده معروف في التاريخ المصري ان القائد الزعيم المصري احمد غرابي وقف امام الخديوي وتوفيق في هذا اليوم، وامام قصر عابدين ايضا، قائلا انه لن نورث بعد اليوم. فاحنا اخترنا هذا اليوم وهذا التوقيت لنذهب الى قصر عابدين لنقول للرئيس مبارك لن نورث بعد اليوم، رافعين صور احمد غرابي. فطبعا هذا الموضوع يعني كانت تظاهره ممنوعه، وحدثت اشتباكات على الفور مع قوات الامن، وبعدين واشتدت الاشتباكات عندما قام الشباب بعض الشباب باحراق صور جمال مبارك ذاك لاول مره. طيب، بالنسبه للصحفيين الذين تم اعتقالهم، هل هناك معلومات عن وضعهم في الاعتقال وهل احيلوا الى التحقيق؟ هم هؤلاء الصحفيين افرج عنهم بالفعل وقدموا شكوى الى النائب العام للتحقيق، ومنهم الزميله منى سالم من وكاله الانباء الفرنسيه. طيب سيد عبد القدوس، بالنسبة للموضوع الذي صححت المعلومات بشأنه، القضاء المحالين للتحقيق، ما المعلومات المتوفرة لديك عن قضيتهم؟ أنا لا أعلم عنه شيء هذا الموضوع، أنا لا أعلم عنه شيء. أنا كل اللي ما ذكرته حضرتك بالنسبة للاعتداءات على الصحفيين وكده كانت أمام من قصر عابدين، لكن لم نعلم شيئا عن موضوع القضاء، يعني أنا لا أعلم عنه شيء. طيب، بالنسبة لهذه الاعتقالات التي تمت، وقلت بأن الصحفيين قد رفعوا شكاوى بشأنها، ما الذي تتوقعه من تعامل الجهات المصرية الرسمية مع هذه الدعاوى والشكاوى؟ لا، أنا طبعا هو قانون مصر محكومة بقانون الطوارئ،
هذه الاعتداءات وتلك الاعتقادات شيء طبيعي، ولكن لك لا اتوقع شيء، يعني لا اتوقع ان احنا شيء اللي انا يعني اتوقعه ان هو المظاهرات ستشتد كلما اقترب معرض انتخابات رئاسه الجمهوريه، ده اللي انا اتوقعه يعني. لكن في ظل قانون طوارئ طبعا الاعتداءات والاعتقالات امر طبيعي وشيء لا يعني لا نتعجل منه، ده هو ده الاصل يعني. طب استاذ محمد، يعني هي المعلومات احنا التي استقيناها من بعض المصادر الصحفيه عن اسباب ذلك الاعتصام، هل تعتقد بان هناك اسباب ما ربما للتمويه على السبب الحقيقي لاعتصامكم؟ لا، هو التركيز كله كان على احياء ذكرى عرابي امام قصر عابدين، لنقول الرئيس مبارك لم نورث بعد اليوم، بعد 129 عاما من وقفه عرابي امام الخديوي وتوفيق سنه 1881 ميلاديه. طب سيد، أتوقع على كل شيء يعني كل الابصار والتركيز متجه اليه. طب باعتبارك رئيسا للجنه الحريات في نقابه الصحفيين، من طرفكم ما هي الاجراءات التي يمكن ان تتخذوها ضمن الوضع والظرف الامني الذي تحدثت عنه في مصر من اجل حمايه الصحفيين من الاعتداء عليهم اثناء احتجاجات مستقبليه في ومنع ربما ما يحصل ومنع تكرار ما حصل لهم في ذلك الاحتجاج الذي وقفت واعتدلت وقلت بان لا يمكن وقف ما ظلم، طالما القانون طارئ مستمر، ان هو نظام حاكم مستبد، فمن الطبيعي ان هو يعتدي ليس فقط على النشطاء السياسيين بل على المواطنين العاديين. وفي هذه المناسبه اذكرك بقضيه خالد السعيد في اسكندريه، هو ده كان لم يكن ناشط سياسي وكان مواطن عادي ومع ذلك تعرض للضرب حتى الموت يعني. فاحنا بنعمل جهدنا، ويعني التضامن مثل اصدار بيانات او يعني عمل وقفات احتجاجيه او اعلان التضامن مع الصحفيين الذين قدموا شكاوي الى النائب العام، يعني نبذل الجهد المطلوب يعني. لكن وقف هذه الاعتداءات او وقف الاعتقالات امر لا يمكن تصوره الا في ظل نظام ديمقراطي حقيقي، لكن في ظل الانظمه المستبده ده شيء طبيعي ومتوقع. محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات، شكرا جزيلا لك، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين في مصر. أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قرار إدارة معرض الكويت الدولي منع نحو 35 عنوانا من المشاركة في دورته 35، والتي ستبدأ في منتصف شهر أكتوبر المقبل في الكويت. واعتبر بيان الشبكة أن القرار يعد استكمالا لنهج التضييق على حرية التعبير التي بدأت منذ أشهر بملاحقة العديد من الصحفيين ومحاكمتهم بسبب كتاباتهم النقدية، وتأكيدا بأن الانفتاح النسبي للكويت مقارنة بجيرانها من دول الخليج بات شيئا من الماضي. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بعامر التميمي أمين سر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وهو معنا من الكويت. سيد تميمي، هذا المعرض البعض يقول بأن إدارته لها الحق في قبول ورفض ما تريده من العناوين أو من الكتب حسب سياسة المعرض وحسب ما يرتئيه المنظمون. يعني هذا شكليا صحيح، ولكن معرض الكتاب يجب أن يفسح المجال أمام كل الكتب من مختلف التيارات للعرض، ويجب أن يكون عندنا ثقة بذكاء القارئ، وهو اللي يستطيع أنه يعني يختار الكتب اللي تناسب مع يعني توجهاته. وأيضا مسألة الرقابة الآن ما عاد ذا جدوى مع تطور التواصل الإعلامي والتواصل من خلال أنظمة الشبكة الحكومية الإنترنت، فبالتالي يعني هذه أصبحت مسألة عقيمة، مسألة الرقابة المسبقة على الكتب يعني. طيب سيد تميمي، هل لك أن تضعنا بصدد هذه الكتب التي أو العناوين التي تم منعها؟ هل لديك معلومات عن مواضيعها، عن مثلا كتابها، ولماذا تم منعها؟ يعني طبعا من اسماء الكتاب خصوصا المصريين منهم يعني معظمهم من الروائيين، وهناك بعض الكتب اللي يعني تتعلق بالتطورات السياسيه المعاصره في العالم العربي،
لكن يعني هذه الكتب يعني اي مواطن كويتي يستطيع انه يحصل عليها من خلال زياراته لعدد من الدول العربيه او المدن العربيه مثل بيروت او القاهره او حتى دبي. ولذلك يعني انا اعتقد ان معرض الكتاب يفترض انه يفتح مجال امام عرض كل الاصدارات الحديثه من الروايات والكتب العربيه وكل ما يتعلق بالادب والثقافه في العالم العربي، حتى يكون هناك متسع امام المواطنين داخل الكويت يعني للتواصل مع الثقافه العربيه. يعني طيب بهذا الجانب، يعني اين ربما العلاقه بين حريه التعبير ومنع هذه الكتب او العناوين من ان يتم عرضها في معرض الكتاب؟ هل هذا المنع مثلا ينسحب ايضا على منع ان تباع او تنشر هذه الكتب داخل الكويت؟ ما في شك انه راح يكون هذا المنع ساري على عرضها وتسويقها داخل الكويت، ولكن المشكله الاساسيه ان معرض الكتاب اصبح غير ذا جدوى، يعني معرض الكتاب في الكويت، لانه ما يتيح المجال للحصول على الكتب اللي يطمح لها القارئ الذكي. يعني وفي نفس الوقت يعني ان هذا المعرض اصبح يعني خاضع للابتزاز السياسي من قبل الجماعات المتشدده، خصوصا جماعات الاسلام السياسي اللي اصبحت تهدد وزراء الاعلام بالاستجوابات وبالمساءله، وبالتالي اصبح هناك رعب من قبل الوزراء تجاه هذه التهديدات. يعني طيب يعني هل لك ان توضح لنا سيد تميمي بالضبط بالتحديد يعني علاقه الجهات الرسميه او السلطه الكويتيه باداره معرض الكتاب؟ من هي الجهه التي تشرف على معرض الكتاب وتمنح رخص او الموافقات للعناوين بان تكون مشموله داخل المعرض او لا؟ لا، المعرض الكتاب طبعا هو يخضع لاداره واشراف المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب، وهذا المجلس هو اللي يعتني بنشر الثقافه والارتقاء بالتذوق الثقافي في الكويت. ويعني مع ايضا المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب له اصدارات مهمه مثل عالم الفكر وايضا عالم المعرفه ومجله يعني اصدارات عالميه وغيرها من الاصدارات المهمه يعني. فبالتالي هذا المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب ايضا هو مناط به تنظيم و عرض الكتب في معرض الكتاب السنوي يعني. طب سيد تميمي، هل من طرفكم ومن طرف ايضا جمعيات ربما هنا حتى الجمعيات الادبيه والفكريه من اجراءات يمكن من خلالها ان تحد من هذا القرار او تسمح لبعض العناوين مره اخرى بان تكون متاحه لمن يريد ان يقراها ولمن يريد ان يطلع عليها من خلال معرض الكتاب؟ احنا طبعا في الجمعيه الكويتيه لحقوق الانسان يعني نوضح موقفنا من خلال بيان نعترض فيه على الرقابه وعلى منع عرض الكتب، وفي نفس الوقت سنتواصل مع المسؤولين في المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب في الكويت لاعاده النظر في قراراتهم بشان منع هذه الكتب او هذه الاصدارات من العرض في الكويت. سيد تميمي، ختاما، الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان في بيانها قالت بان الانفتاح النسبي للكويت في مجال حقوق الإنسان يعني مقارنة بجيرانها من دول الخليج بات شيئا من الماضي، أليس في هذا القول ربما بعض المبالغة؟ لا لا، أنا أعتقد أن هذا فيه يعني جانب من الصدق، لأن الآن حتى في المملكة العربية السعودية أصبح بإمكان عرض كتب لا تعرض في الكويت يعني. ولذلك يعني الكويت مع الأسف تأخرت كثيرا في مسألة الحريات الثقافية. عامر التميمي، أمين سر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، كنت معنا من الكويت، شكرا لك. نصل مشاهدي الأعزاء إلى فقرة التعريف بسجين سياسي، ونتعرف هذا الأسبوع على الأسير في سجون الاحتلال، الأسير الفلسطيني حسن زاهي الصفدي.
ناشد حقوقيون وناشطون سياسيون ومدونون في مصر وسوريا، ناشدوا الرئيس السوري بشار الأسد للإفراج عن المدونة طلال الملوحي التي طل الملوحي والتي مر على اعتقالها قرابة العام، على خلفية نشرها لمقالات تتناول الشأن العربي والسوري العام. وكان السفير السوري في القاهرة قد رفض مقابلة الوفد لتسلم خطاب موجه للرئيس السوري بهذا الخصوص، فيما طالب حقوقيون سوريون بالإفراج عن الملوحي التي يرون أنها مارست حقا مشروعا تكفله المواثيق الدولية. للتعليق على تطورات قضية طل الملوحي معنا من دمشق عبد الكريم الريحاوي، رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان. سيد عبد الكريم، هل يعني تلك الحملة ربما في مصر من خلال بعض الحقوقيين والمدونين، هل في سوريا لها ما يوازيها أو ما يشابهها؟ في الحقيقة المناخ في مصر أكثر انفتاحا في الشأن العام، والمجتمع المدني أقوى بشكل لا يقارن مع سوريا. بدايةً أعتقد يعني أبدي أسفي الشديد لاستمرار اختفاء المدونة طلال الملوحي حتى الآن بما زال على العالم الخارجي طوال هذه الفترة التي قاربت العام حتى الآن. وأود أن أعترف بأن قضية طلال الملوحي هي من أصعب القضايا حقيقة التي واجهتنا حتى الآن كمدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا. اخر الاخبار حتى تم تسريبات صحفيه الى بعض المواقع الالكترونيه السوريه بان طلال الملوحي اصبحت في سجن دوما للنساء وانها تتحاكم بتهمه التجسس. حتى الان هذه مجرد اخبار لم يتم التاكد منها حتى اللحظه، ولكن هناك معلومات تقول بان والدتها اكدت بانها يعني لم تتهم حتى بالجاسوسيه. أنا أنقل حرفيا ما جاء في أحد المواقع الإلكترونية السورية التي تم تسريب الخبر إليها. نعم. أن طلال الملوحي هي حاليا في سجن دوما للنساء وأنها ستقدم للمحاكمة بتهم التجسس، وهذا خبر مختطف جدا تم نشره على أحد المواقع الإلكترونية. أنا لا أجزم بأن هذا الكلام صحيح، حتى الآن لم نتمكن من معرفة مصير المدونة طلال الملوحي. طلال الملوحي بالنسبة لنا لا تزال ضحية للإخفاء القسري منذ تاريخ 23/1900 عام 2009. سيد عبد الكريم، هل لديك معلومات عن تأكيد أو نفي ما إذا فعلا الوفد الذي أراد مقابلة السفير السوري في القاهرة قد تم رفض استقباله من قبل السفير؟ بعض المدونين وبعض الزملاء الناشطين في مصر اكدوا لي هذا الخبر بان السفير السوري رفض استلام الرساله التي بالنسبه للرساله ممكن ان تكون رساله مفتوحه وتوجه لسياده الرئيس عبر مختلف الوسائل وليس بالضروره عن طريق السفارة. الاهم الان هو ان نعمل على تاكيد ان الضحيه طلال الملوحي هي بخير. سنعمل على تأكيد هذا الأمر بأقرب وقت بإذن الله. وفي حال وجود كيف ما هي الوسائل يعني من خلالها التي تستطيعون تأكيد؟ سنحاول التأكد من تحت هذا الخبر. سيقوم بعض الزملاء المحامون بزيارة سجن دوما للنساء والتأكد من أن طلال الملوحي موجودة هناك، وسيعملون على تنظيم وكالة قانونية لها لتشكيل فريق للدفاع عنها في حال تم توجيه تهم واضحة إليها، وتشكيل فريق للدفاع عنها. طيب سيد ريحاوي، الآن أفهم منك بأنه لا توجد حتى الآن أي معلومات رسمية حول وضع طلال الملوحي. الجهات الرسمية السورية، ما هو يعني الخبر الذي تقوله لكم عندما تطلبون الاستفسار عن وضع طلال الملوحي وعن مكانها؟ في الحقيقة لا نلقى أي تجاوب عادة نحن من السلطات السورية باعتبارنا منظمات غير مرخصة في سوريا. لا يتم التعامل معنا على الإطلاق، ولا يتم الاستجابة لطلباتنا أو لأسئلتنا حول أي معتقل، سواء كان معتقل سياسي أو معتقل رأي وضمير. تبقى بعض التسريبات التي تسرب من هنا وهنا، وفي بعض الحالات
يتم الاتصال بنا من قبل اشخاص ويقولون ان فلان سيقدم الى المحاكمه بالتاريخ الفلاني، بامكانكم ان تأثرونه في المحكمه وهكذا. اما بالنسبه لطل لا يوجد اي خبر حتى الان، لا استطيع ان اؤكد انها في سجن دوما، ولا استطيع انا بالنسبه لي كحقوقي اؤكد بانها ما زالت ضحيه للاختصاء القسري حتى الان. طب حاله طل الملوحي الان مضى عليها عام، ما الذي تتوقعه اذا فعلا كانت طل الملوحي الان موجوده حسب ما ذكرت وما ذكرت بعض المواقع موجوده بسجن دوما للنساء، ما الذي تتوقعه من مداولات هذه القضيه؟ يعني انا قلت في البدايه بان هذه القضيه هي من اصعب القضايا التي واجهناها. بالنسبه لطل انا لا اعتقد بالرغم من ان لنا تجربه طويله مع الاجهزه الامنيه السوريه ومع العديد من القضايا الخاصه بالشان العام ولكن لا اعتقد بان قضيه طل الملوحي هي فقط قضيه مدونه او قضيه نشاط على الشبكه العنكبوتيه. هناك باعتقادي امر اكبر من هذا، ولكن لا يوجد لدي معلومات. هناك بعض الاشاعات لن ادخل في تفاصيلها الان لاني لن اساهم في تقديم تهم جديده لهذه الضحيه. بالطبع ويعني سنبقى بانتظار ان تحول الى القضاء وسنرى قرار الاتهام، وسيطلع المحامون المتخصصون في منظماتنا وباقي المنظمات الحقوقيه السوريه على ملف التحقيق، وسنقدم لها كل المساعده القانونيه الممكنه. طب بهذا الشان هل هناك تنسيق بينكم وبين اهل طل ملوحي؟ في الحقيقه نعم، ولكن بشكل مقتضب جدا. والده طل ملوحي تلقت في الفتره السابقه الكثير من التطمينات من احد قاده الأجهزة بأن أمورها على ما يرام وبأنها ستراها قريبا. حتى الآن لم يترجم هذا الأمر على أرض الواقع. نحن بانتظار أن يتم الكشف عن مصير المدونة طل الملوحي أو تقديمها إلى محكمة علنية عادلة تتضمن شروط المحاكمة العادلة لنتمكن من تقديم المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة إليها إذا كانت بصدق متورطة في أي قضية جنائية أو قضية تمس تشكل مخالفة قانونية في سوريا. طيب سيد ريحاوي، ختاما الخطاب الذي وجهه ناشطون وسياسيون وحقوقيون ومثقفون ومدونون في مصر إلى الرئيس السوري، أنت قلت بأنه خطاب مفتوح وربما يصل إلى الرئيس السوري، ما الذي تتوقعونه بعد أن يصل هذا الخطاب إلى الرئيس؟ ما الذي يمكن أن يحصل؟ هل هناك إمكانية لعفو رئاسي أو أمر رئاسي ربما بتعجيل التحقيق ومعرفة مصير طل الملوحي؟ أعتقد أن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. من الممكن أن يصار إلى الإفراج عنها بشكل فوري، من الممكن أن تقدم إلى المحكمة وتحاكم ويكتفى بالفترة التي قضتها. ربما لا، الامور مفتوحه، لا نعرف حتى الان ما هي التهم الموجهه اليها. هناك بعض التسريبات لا نستطيع ان نؤكدها ولا نستطيع ان نتبناها باي حال من الحالات. تهمه التجسس تهمه كبيره جدا في سوريا، ولا يستطيع في هذه الحاله اذا كانت هذه التهمه موجوده حقيقه في ملفها، لا يستطيع المحامي ان يقدم لها اي مساعده قانونيه. كيف يعني اذا كانت هذه التهمه وجهت لها رسميا، اليس بامكان المحامي الترافع والاطلاع على ملف القضيه؟ لا، في تهمه التجسس لا. على كل ان عبد الكريم الريحاوي، شكرا لهذه المعلومات، رئيس الرابطه السوريه لحقوق الانسان، كنت معنا من دمشق. فاصل قصير نعود إليكم بعده أعزائي المشاهدين لمتابعة باقي فقرات حقوق الناس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا.
إلى تونس، حيث تعرض الكاتب والصحفي مرسل الكسيبي للمعاملة المهينة عبر التشويه والشتم والقذف والتخوين والتحريض. وكان مرسل الكسيبي، وهو مدير صحيفة الوسط التونسية الإلكترونية والمنسق الوطني لحماية الجمهورية، قد تعرض للاعتداء الجسدي والمعنوي عند عودته، ويتعرض اليوم لما اعتبره حقوقيون حملة تشويه مقصودة يتعرض لها صحفيون وكتاب وناشطون حقوقيون في تونس كانت لهم مواقف معلنة من تدهور الوضع العام بالبلاد. لتسليط الضوء على هذا الموضوع، معنا من مدينة فيسبادن بألمانيا الصحفي والكاتب مرسل الكسيبي. سيد مرسل، في البداية هل لك أن تضعنا بأسباب هذه الحملة التي وصفتها مصادر حقوقية بأنها حملة للتحريض والتشويه الموجهة إليك أنت شخصيا؟ أستاذ جمال، تحية أولا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية إلى قناة الحوار، هذا الصوت، هذا صوت الإعلام الحر الذي نفتخر به. فيما يخص سؤالكم المتعلق بشخصي الكريم، في حقيقة الأمر تعرف أن الأوضاع في تونس يعني تتجه منذ فترة ليست بالقصيرة نحو مزيد من الانغلاق. تقريبا منذ سنة 1987 إلى حدود يوم الناس هذا هناك نضال مستمر ومستميت من أجل فرض الحريات في البلد. ولكن للأسف الشديد نحن في تونس نعيش وضعا استثنائيا في الوقت الذي يتوق فيه المجتمع المدني وتتوق فيه النخبة التونسية ويتوق فيه الشارع التونسي إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ومزيد من رد الاعتبار للدستور التونسي الذي وقع التلاعب به للأسف الشديد على عهد الرئيس حلو جيبة. على العكس من ذلك نجد أنفسنا اليوم بعد مرور 23 سنة من حكم الرئيس بن علي نعيش حالة استثنائية في البلد يشبهها بعض السياسيين بحالة الطوارئ غير المعلنة، بمعنى أن المجتمع المدني. طيب يعني ربما هذا يعني شرح ربما سياسي وسياق سياسي، على كل بالنسبة للناحية الحقوقية التي تخص هذه القضية، قضية الاعتداء الجسدي والمعنوي عليك، لماذا، ما هو السبب المباشر لذلك؟ طيب أنا يعني ربما هذا كان تقديم، فوضعي هو يتنزل ضمن هذا الإطار العام، معنى أن السلطات تتجه نحو اضطهاد ونحو التضييق ونحو سجن أو تعنيف أو تشريد، يعني نفي كل من له صوت مخالف بالبلد. هناك مراهنة في مرحلة ما على أن أكون صوتا من أصوات النظام، وقد رفضت هذا على اعتبار أن الظروف التي تنزلت فيها عودتي لم تكن مناسبة، فقد تزامنت عودتي إلى تونس مع إعادة اعتقال الدكتور صادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة، وتزامنت عودتي مع محاكمات أيضا تعسفية شملت مساجين قضية قفة، انتفاضة قفة، هذه الانتفاضة الحوض منجمية المعروفة في جنوب تونس. طبعا في مثل هذه الظروف المخلة بوضع الحريات لا يمكن أن أقول بأن الوضع كان يجري باتجاه إيجابي، وبالتالي أنا كنت مضطر أن أقول هذا وضع يعني استثنائي لا يمكن أن نقبل به كحقوقيين أو كسياسيين أو كإعلاميين أو كأناس يناضلون من أجل مستقبل أفضل لبلدهم. يعني يبدو أن السلطات أثناء عودتي كانت تراقب كل تحركاتي واتصالاتي ولم تكن راضية على جلوسي مع بعض الحقوقيين وبعض رجال السياسة، فأرادت أن تعاقبني. طيب هل لك أن تصف لنا يعني كيف تم الاعتداء الجسدي عليك عند عودتك إلى تونس؟ بالتدقيق يعني وقع وضعي بالزنزانة بعد تطمينات بأنه لن يمسك سوء وبأنه مرحب بك في بلدك وبأننا سنفتح لك أبواب المستقبل المشرق في البلد. إذا بي يعني أفاجأ في زيارة يعني ثالثة، يعني كان في ثلاث زيارات متتالية، في الزيارة الثالثة أفاجأ بأنهم يتم يعني يقع اقتيادي إلى زنزانة صحبة سجناء الحق العام، ويتم إدخالي بالكلبشات ويتم إخراجي بالكلبشات في وضع مهين قصد منه الإيحاء بأننا كسلطة نبقى موجودين وسنمارس قناعاتنا الاضطهادية أو قناعاتنا السياسية التي فيها التعدي على حقوق المجتمع المدني. نحن الذين نحكم البلد، نحن الذين نسير البلد، نفعل بالمعارضين ما نشاء. أنا رفضت هذه الإهانة وعزمت أن أقول كلمة الحق في شجاعة
بأنني وإن كنت لقيت في زيارتي الأولى يعني نوع من القبول، أي غض الطرف، إلا أنني في زيارتي الثالثة لقيت ما فاجأ المجتمع المدني وما فاجأ المراقبين السياسيين، لأنه كان الحديث يدور على قدم وساق حول موضوع المصالحة الوطنية، وكنا نعمل أنه بعد 20 سنة تقريبا من حكم الرئيس بن علي أن يطوى سجل الماضي وأن تبدأ صفحة وطنية جديدة في تاريخ البلاد. سيد مرسل، في الاعتقال الذي تعرضت إليه، في الاعتقال، اسمح لي في الاعتقال الذي تعرضت إليه سيد مرسل، ما هو السياق القانوني؟ ما الأسباب التي أبدتها الجهات الأمنية التونسية في اعتقالها واقتيادها لك إلى السجن؟ والله ليس هناك توضيحات، كل ما في الأمر أنه أنا تلقيت بعض المكالمات الهاتفية من أطراف قريبة من السلطة، قالوا لي للأسف بأن هناك صراع أجنحة داخل السلطة، ولا يمكن أن نقول لك بالضبط ما هي الجهة التي كانت سببا في معاملتك بهذه الطريقة التي لم نكن نتوقعها كجهة أخرى تمثل جناح معين داخل السلطة. أنا طبعا استمعت لهذا التفسير، أريد أن أفهم ما الذي حصل، ولكن في حقيقة الأمر لما أحكم على المشهد أحكم على الواقع، أحكم على الميدان، لا يمكن أن أتعامل مع المشهد بقراءات غيبية لا يمكن أن أعلمها ولا يمكن أن أتدخل فيها. بالتالي أحكم على المشهد بأننا اليوم بعد 23 سنة للأسف الشديد من حكم الرئيس بن علي، كان تقريبا في 3 سنوات انفتاح تطمين للمعارضة، تطمين للمجتمع المدني، وبعد ذلك يعني تقريبا 20 سنة الأخيرة من حكم الرئيس بن علي نحن نعاني فيها معاناة حقيقية. كل سنة تقريبا نقول في الذكرى 7 لنوفمبر، لنوفمبر اللي هو تاريخ وصول الرئيس بن علي إلى السلطة، كل سنة نقول ستكون هذه سنة الانفتاح، وتقريبا تمر 10 نقول بعد 10 من حكم الرئيس بن علي ستكون هناك مصالحة وطنية، وبعد طيب 10 سيد مرسل، هذه الحملة أيضا قد كانت هناك حملة موازية، حملة داخل الصحافة الإلكترونية، هناك مقالات عديدة، يعني ربما في هذه المقالات الكثير من السب والقذف والتشويه لسمعتك، هل يمكن أن تجزم بأن هذه المقالات التي كتبت من طرف أو يعني مدسوسة من طرف السلطات، أم أنها تعبر عن رأي أصحابها؟ لا يمكن أن تعبر عن رأي أصحابها، لأنه صاحب الرأي تكون له الشجاعة في أن يقول أنا فلان الفلاني، أي يعبر عن هويته الحقيقية، يفصح عن هويته الحقيقية. أما الذي يكتب بأسماء مستعارة، والذي ينسب نفسه إلى المجهول، لا يمكن أن نعتبره جهة صحفية أو جهة إعلامية موثوقا بها. في حقيقة ما هذه الأقلام، أنا أجزم يعني وأقطع بأنها جهة أمنية تريد أن تصفي الحسابات مع المعارضين، ولست أنا الأول ولست أنا الأخير في قافلة السب وشتم وفي قافلة الاستهداف والتشويه ومحاولة تصوير المعارض بصفة الشيطان. أنا كتبت في تعليق يعني في مرة من المرات تعليق إعلامي، قلت للأسف الشديد ليس هناك معارض بارز في تونس، سواء كان قلم صحفي على اعتبار أنه هناك أقلام صحفية كثيرة من مثل التوفيق بن بريك، من مثل السيدة سهام بن سدرين، هناك قادة معارضة مثل الشيخ راشد الغنوشي، من مثل الدكتور مصطفى المرزوق، من مثل الأستاذ أحمد نجيب الشابي، هناك في تونس نشطاء حقوقيون من مثل الأستاذ مختار الطريفي، يعني أسماء الآن لا تحضرني لأن الوقت على كل نكتفي بهذا القدر. شكرا لك مرسل الكسيبي الكاتب والصحفي، كنت معنا من مدينة فيسبادن بألمانيا، شكرا لك. إلى المغرب، حيث أرسل المحكومون في ما عرف بقضية السلفية والذين رحلوا من السجن المركزي بالقنيطرة إلى سجن تفليت المحلي، أرسلوا رسالة شرحوا فيها ما وصفوه بالمعاملة المشينة والمذلة من قبل سلطات السجن، من ضرب وشتم وحرمان لكافة حقوق السجناء التي تكفلها القوانين. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بمحسن بن ناصر الناطق باسم حركة الشبيبة المغربية، وهو معنا من مدينة أوسلو في النرويج. سيد بن ناصر، هل لك في البداية أن تضعنا بصورة تلك الأوضاع التي وصفها المسجونون في قضية السلفية بالمذلة والمشينة؟ نعم يا أخي، أولا أتقدم بخالص الشكر إلى قناة الحوار التي أثبتت بفضل الله أنها قناة مهنية ومتميزة وموضوعية وملتزمة بقضايا الأمة وحقوق الناس. شكرا لك أخي. هذه رسالة تضمن تعكس الواقع المزري للمعتقلين الإسلام بالمغرب،
فهذه المجموعه يا اخي تعرضت للتعذيب والتنكيل والعقاب الجماعي من تجريد من الثياب والعبث بعوراتهم وبالضرب والشتم والاهانه وانتهاء بحرمانهم من كل حقوق السجين الطبيعيه. ورغم انهم اعلنوا رسميا انهم لا علاقه لهم بما حصل، وكان مجرد ذنبهم انهم كانوا بجوار جماعه يقال انها حاولت الفرار. نعم، كما انهم وضحوا مواقفهم صريحه في رفض كل تهم الارهاب، فلا علاقه لهم بقريب بعيد باعمال الارهاب. واخي هؤلاء الاخوه سلكوا جميع الطرق السلميه، ارسلوا رسائل الى المسؤولين والمنظمات الحقوق وطلبوا بالتدخل، لكن ليس هناك من مجيب. سيد بن ناصر، بالنسبة لما وصفته بالمعاملة المهينة التي تعرض لها والتعذيب، هل هناك تأكيدات أو إمكانية للتأكد من هذه المعلومات من طرف ثالث غير الشبيبة المغربية؟ يا أخي هناك منظمات حقوق الإنسان، فإنها ترد بعض الأحيان يعني شكاوى من رسائل من الداخل إلى المنظمات تصف فيها كل هذه الأشياء التي كل هذه الأشياء التي تقوم بها السجون ضد هؤلاء الإخوة. طيب سيد بن ناصر، الآن في قضية هؤلاء المعتقلين، هل تم حسم ملفهم وتثبيت الأحكام التي عليهم، أم ما زالت هناك مداولات أخرى وإمكانية للنظر في تلك الأحكام؟ يا أخي لم يثبت عليهم حتى الآن شيء بالثبات، لكن هناك ما زالت القضية مفتوحة، ولكن ليس عندي هناك يعني إضافة جديدة لهذا الموضوع. طيب هل لك يعني مثل أن تضعنا بصورة التفاصيل عن الاتهامات الموجهة إليهم، وهل تملك السلطات المغربية القضاء المغربي هل يملك من أدلة أو أدلة ما يعني يمكن من خلالها إدانة هؤلاء الشبان عليها؟ يا أخي الدولة في هذا الوقت هي كحاصب ليل، فهي تجمع كل من يمت إلى الإسلام بصلة أو أنه يشك في أنه ملتزم بدينه، فتقوم بجمع الجميع بدون أن توضح أي سبب في ذلك. فلهذا هناك الكثير من الإخوة الذين أدخلوا السجن فقط لأنهم ناس ملتزمين بدينهم، ولهذا تجدنا كثيرا منهم لا يوجد أي دليل في اتهامهم، بل يضعون في السجون لفترة طويلة بدون أي دليل. طب القضاء المغربي ما الذي قاله؟ ما الذي أعلنه بخصوص وضعهم؟ ما هو الوضع القانوني لهم الآن في عندما نقلوا إلى سجن تفليت؟ ما هو إمكانية الآن في هذا السجن الآخر أن لا تتكرر تلك المعاملة التي يعاملون بها؟ يا أخي الآن المشكلة في هذا الوقت أن يعني في هذه الموجة المعادية للإسلاميين وفي هذه الموجة التي موجة الحرب على الإرهاب، فيا أخي هناك القضاء لا يتدخل بما ينبغي، فيبت بهذه الإخوة في السجون ويتركون لحالهم بما تعرف يتعرضون للتعذيب والضرب وكل ما ينزل من كرامة الإنسان، ولكن القضاء المشكل لا يتدخل، هذه هي المشكلة. طيب إذا لم يتدخل القضاء، هل للمنظمات الحقوقية من إمكانية بأن تطالب الجهات الرسمية المغربية أن تحقق فيما حصل من معاملة مشينة ومذلة لهؤلاء المساجين؟ نعم لكن يا أخي المنظمات الحقوقية ليست لا يسمح لها بالتدخل في كل شيء، فهي مكتوفة الأيدي في بعض الأحيان، فهي تريد أن تتدخل لكن القضاء والمسؤولين يقفون عثرة في طريقهم، فلهذا المنظمات الحقوقية تحاول أن تضغط لكن بعض المرات تصل إلى هدفها وبعض المرات لا تصل، فلهذا فأقول بأن المنظمات الحقوقية بعض المرات تكون مكتوفة الأيدي. طيب الآن في وضعهم الآن، هل الجمعيات الحقوقية قامت بإرسال شكوى إلى الجهات الرسمية تريد فيها شرح ما حصل لهؤلاء المساجين أثناء نقلهم إلى سجن تلفت؟
لحد الان لم يثبت شيء. من لحد الان لم نسمع من اي شيء يعني من ان المنظمه الحقوقيه قامت بارسال اي شيء للمسؤولين للضغط عليهم لتخفيف من حال الاخوه هناك في السجون. حسن بن ناصر الناطق باسم الشبيبه المغربيه، كنت معنا من مدينه اوسلو في النرويج، شكرا لك. إلى اليمن أعزائي المشاهدين، حيث أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها لبدء التحقيق مع عبد الإله حيدر ورسام الكاريكاتير كمال شرف اللذان اعتقلا في 16 من أغسطس من هذا العام من قبل جهاز الأمن القومي دون إحالتهما للنيابة. وذكر بيان للنقابة بأن النيابة وجهت الأحد الماضي تهمة تقديم العون لتنظيم القاعدة لعبد الإله حيدر، غير أنها لم تقدم أي دليل يثبت التهمة سوى ما نشر من مقابلات وتحليلات في وسائل الإعلام المختلفة. وبحسب البيان فقد مثل حيدر وشرف مؤخرا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة دون أن يصدر بحقهما أي حكم. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بعلي الدليمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية لحقوق الإنسان وللدفاع عن حقوق الصحفيين. سيد دليمي، في البداية هل الأدلة التي ساقتها الجهات، ربما الجهات الرسمية اليمنية، من بحق عبد الإله حيدر بأنه يقدم العون لتنظيم القاعدة من خلال مقابلات وتحليلات، هل يمثل مستند قانوني يمكن أن يحاكم على أساسه السيد عبد الإله حيدر؟ لا، بالحقيقة هي الآن لم يقدم أي دليل، وكل الموضوع هو اختطاف شخص أثناء تناوله الفطور مع أسرته وترويع الأسرة والأطفال، ثم إخفائه لأكثر من 20 يوم، وبعدها يقدم للمحكمة على أساس التمديد للدولار الاحتجاجي. إلى هذه اللحظة لم تقدم أدلة، ومعروف عن العهد لله شائع انه صحفي وانه يكتب ومحلل، وهو معروف ولا يحتاج هذا كله، وهذه كلها هي ضغوط تمارس ضد الصحفيين وتمارس ضد نشطاء حقوق الانسان من اجل سنهم عن اداء واجبهم الحكمي والمهني والصحفي. طيب بالنسبه لرسام الكاريكاتير كمال شرف الدين، هل لديك معلومات عن التهم الموجهه اليه واسباب اعتقاله؟ بالامس صدر القرار بالافراج عن كمال شرف، كمال شرف وليس كمال شرف الدين، كمال شرف عن الرسام الكاريكاتير بالافراج عنه، وسيتم الافراج عنه غدا بعد غد السبت ان شاء الله. اذا لما فيما يخص عبد الاله فقد قرر القاضي تمديد حبسه لمده 20 يوم، فهو شخص اخر اسمه عبد الكريم شامي. طيب هذا الاعتقال الذي تم للسيد كمال ولعبد الإله، هل يمكن لنقابة الصحفيين التدخل ومنع مثل هذه الإجراءات التي تطال الصحفيين وتحد من حريتهم؟ هناك نشاط كبير اسمه تحالف 6 من رمضان، وهو اليوم الذي تم اعتقال عبد الإله والأخ كمال فيه، وهذا التحالف هو مشكل من مجموعة من منظمات المجتمع المدني ومن ضمنهم النقابة، بالإضافة إلى أننا أيضا تقوم بدور لا بأس به مجتمعة مع منظمات المجتمع المدني، وكل هذا يؤدي إلى الضغوط حتى مع منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة الصحفيين وغيرها من المنظمات التي تحرص على مناشدة الحكومة اليونية بالإفراج الفوري عن النشطاء المدنيين. هل هناك معلومات لديك عن عدد الصحفيين الذين اعتقلوا في اليمن في الآونة الأخيرة لأسباب تتعلق بآرائهم وبكتاباتهم؟ لو ذهبت إلى المحاكم لوجدت أن عشرات الصحفيين يمثلون أمام القضاء بحق أو بدون حق، وأيضا يتم استنزافهم واستنزاف قدراتهم واستنزاف فوقاتهم في المحاكم. كذلك شاهدنا قبل رمضان كان خروج الأخ حسين النسواس وغيره من الصحفيين الذي يتم الحكم عليهم بشكل مستمر رغم التزامات الحكومة اليمنية حتى في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأنها
سوف تلغي عقوبة حبس الصحفيين، لكن هذه الانتهاكات هي مستمرة طوال العام، ويمكنك العودة إلى أرشيف المنظمة وغيرها من منظمات المجتمع المدني في اليمن، ستجد أنه لا يخلو شهرين من اعتقال واحتجاز صحفي، وكذلك لا يخلو أسبوع من محاكمة صحيفة ومن إصدار أحكام على هذه الصحف. طيب ختاما سيد علي، ما تأثير ذلك هذا الاعتقال للصحفيين على مستقبل حرية الصحافة في اليمن؟ للأمانة أن الصحفيين هم يعني مثل للشجاعة، هم ونشطاء حقوق الإنسان، ولهذا هم رغم أنهم يحاولون أن يثنونهم عن القيام بدورهم المهني ودورهم الحقوقي في حماية ورعاية الحريات العامة ومنها حرية الصحافة، ورغم ذلك هناك الآن محاولة لإصدار قانون للصحفيين وفيه أيضا مزيد من القيود على الصحافة والصحفيين. هذا يعني لو رأينا في مجمل الأعوام الماضية كان هناك نشاط كبير جدا جدا، هذا العام أنا ألاحظ أنه تم منع كثير من الصحف من الإصدار، هناك أيضا شروط تعزيزية ومنها أيضا إدارية تقوم بها وزارة الإعلام لثاني الصحف عن الإصدار. كذلك لاحظنا العام الماضي تم في يوم واحد فقط إيقاف أكثر من 10 صحف، ومع هذا أقول لك أن هناك ما زال هناك صحفيين شجعان سيستمرون في مهمتهم هم وزملائهم في منظمة المجتمع المدني. علي الدليمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان، كنت معنا من صنعاء، شكرا لك. نصل الآن أعزائي المشاهدين إلى آخر فقرات حقوق الناس، وهي وقفة مع حزمة من الأخبار الحقوقية. ختام فقرات حقوق الناس لهذا الأسبوع، شكرا لمتابعتكم وفي أمان الله.